يقول في كل مرة أشرب من ماء زمزم أشربه بنية مختلفة، فمثلا أشربه بنية الشفاء وفي مرة أخرى بنية التزود من العلم، هل في ذلك حرج؟ لا، هذا طيب أنك تشربه بنيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، تشربه للعلم، تشربه للشفاء، تشربه لغير ذلك من المصالح الدينية.